واحد بيقول لماذا قال السيد المسيح على الصليب انا عطشان؟ في الحقيقة عبارة انا عطشان تدل على ان الام السيد المسيح كانت الام حقيقية، يعني ما حصلش ان لاهوته منع الالام عن ناسوته، ولكن من التعب الكثير ومن المية والعرق اللي خرجت من جسمه في بستان جثيماني، بيقول عرقه كان كحبات من الدم، ومن التعب الضخم في المشي وفي شيل الصليب، وطبعا الدم اللي سكبه من جسمه، كل ده خلاه فعلا مفيش مية موجودة في جسمه، عشان كده قال انا عطشان، يعني تألم ألم حقيقي، لأن ممكن إن لو اللاهوت منع الآلام عن الناسوت كان يبقى ما فيش حاجة، كان يبقى مجرد حاجة مظهرية ولا وجود حقيقي للألم. إحنا مبسوطين إنه قال أنا عطشان، مما يدل على إنه فعلا تألم بالجسم. وبعدين في عبارة أخرى في كلمات السيد المسيح، يعني أنا عطشان تدل على ناسوته إن كان بيتألم مظبوط، لكن بعدين يقول فصرخ بصوت عظيم وأسلم الروح. إزاي صرخ بصوت عظيم وهو عطشان مش قادر يطلع صوته؟ أهي دي تدل على لاهوته، يعني حاجة تدل على ناسوته أنا عطشان، وحاجة تدل على لاهوته إنه صرخ بصوت عظيم وقال في يديك أستودع روحي.